عايزين نسأل دلوقتي في حالة انقطاع التيار الكهربائي، بقينا بقى نسمع حاجات كتير قوي زي يوم ما القرش هجم كده هنخبطه فين ونعمل، فبرضه بقينا نسأل شيلوا كل الفيش اللي موجودة في البيت، ما تشغلوش الكهرباء، ازاي نتعامل مع كل جهاز على حدة؟ يعني هل التلاجة مثلا، التلاجة لما بتفصل فترة كبيرة مع الحر مع انه كله حران، هتلاقيه بقى الناس رايحة جاية على التلاجة عشان يجيبوا مية ويجيبوا ايس كريم ولا يجيبوا اي حاجة يطروا بيها على نفسهم، فهي اوريدي بتتفتح فبيدخل لها هواء سخن. بالظبط. اما يبقى مثلا بقالي ساعه طافياها، اشيل كمان الكوبس وافضل قاعده، اتعامل ازاي مع كل جهاز؟ يعني عندنا الثلاجه، عندنا الميكرويف، عندنا الغساله، عندنا التلفزيون، الديكودر، الحاجات دي كلها. في اجهزه مهم جدا انه في حاله انقطاع الكهرباء يفضل ان انا افصلها. شيل الفيشه او افصل المفتاح الرئيسي بتاعها، لان برضو مع الاضطرابات اللي موجوده دلوقتي في كل العالم اضطرابات رهيبه جدا طبعا. فلاقي حصل انه اول ما بتوصل الكهرباء تيجي عاليه مثلا، عالي الفولت عالي. طيب انا ممكن الاجهزه تتدمر، ده وارد، ومفيش قدامنا وسيله دلوقتي. يمكن في بعض البروتكشن بدات الحكومه بتعمله، ولكن يفضل ان بعض الاجهزه المهمه زي الثلاجه الفريزر دي ان انا يفضل ان انا افصلها. ارجعها بقى تاني امتى؟ بعد وصول الكهرباء على طول يعني دقايق بس، نضمن ان في ستابيليتي بس، مش كتير. اصل انا لا اقصد ان هو مش قاعده ساعه ونص بقى، حرام ان هو ما تبقى كتير. لا، وهي لو قعدت نص ساعه او ربع ساعه ما فيش فيها مشكله، ولكن يعني بس مجرد احس ان الدنيا استقرت. طبعًا. خلاص، لانه اسوا حاجه ساعه ما باجي اوصل ان تبقى الاجهزه كلها شغاله. لانه لو اتكلمت عن المكيف، لو المكيف ده بيستهلك مثلا 1 امبير، وقت التشغيل لحظه التشغيل اللي هي الثواني المعدوده بيبقى 3 امبير. لو في 5 مكيف ممكن الاسلاك نفسها ما تتحملش. طبعا، ودي مشكله. الكهرباء قطعت، احنا نايمين سايبين كل الاجهزه، لا، لازم اخد الحمل تدريجي عشان الستارت. المكيف ده خد 3 امبير، ادي فرصه ان انا اشغل الثاني حتى لو نص دقيقه. ده انا هحمي الشبكه عندي في البيت. تمام. الشيء الثاني في الثلاجه برضو الاستخدامات الخاطئه، وهنا دايما يمكن بنتكلم من خلال جمعيات كتيره ومن خلال مؤسسات علميه، ازاي نوعي الناس ناحيه ترشيد الطاقه. احنا خلاص بنتحول للاخضر، طب هنتحول ازاي؟ بتوفير الطاقه. انا في تجارب عملناها من خلال مراكز بحثيه لناس عايزه تركب طاقه شمسيه لبيتها. زيارة المتخصص للطاقة الشمسية أول حاجة يعملها إنه يظبط الأحمال، فممكن يزور البيت أو يزور العميل يوفر له 25% من استهلاكه قبل ما يركب طاقة شمسية. من استهلاكه اللي هي الكهرباء العادية. من الكهرباء العادية بترشيد الاستهلاك، إنه يشوف إيه اللي بيستهلك، إيه اللي بيزود الأحمال. لو وفر له 25% من الطاقة، يبقى لو البيت ده هياخد ب 100,000 جنيه هياخد ب 75,000 جنيه، لأن الانيشال كوست عالي. بالظبط. ودي مهمه بقى، انه يبقى ايه سلوك حياه. عندنا بعض الحاجات الخطا، زي مثلا ثلاجه اروح الاقي فيها بطاطس، بعض الناس بتحط فيها بصل. بصل بيتنبتوا جوه، ده غلط. هيتزرعوا جوه، ده غلط. وده كله حمل، لازم افهم بالنسبه للثلاجه، في يعني الثلاجه دي مصممه لحمل معين، لاكلات معينه اللي هي ممكن تبوظ. بره في حاجات انا بسيبها بره الثلاجه، الحليب نفسه، في عندي حليب اقدر احفظه بره الثلاجه ما بيبوظش. لكن بعض الناس يقول لي لا الامن، هو ده مش امن ولا حاجه، بالعكس. انت بتزود حمل، جربي حضرتك املي الثلاجه لاخرها وشغليها، هتقعد ساعتين ثلاثه ويمكن تقعد لخمس ساعات لغايه لما توصل لدرجه الحراره وتفصل. فلازم الحمل اللي جوه الثلاجه ما يبقاش كبير. الشيء الثاني، يروح حاطط الثلاجه في مكان مغلق او يتفنن ويعمل لها علبه. دي كارثه كبيره جدا، لان الحراره اللي موجوده في الظهر، بالظبط، لازم تهويه، لازم ظهر الثلاجه او ظهر المبرد او اي جهاز، انه يكون حتى الريسيفر حتى التلفزيون. لابد، لان في كميه حراره بتتولد في الظهر. دي حاجه. الحاجه الثانيه، يعني يبقى بعيد عن الحيطه قد ايه؟ لانه غالبا بتبقى جنب، حتى لو 5 سم. اقل حاجه 5 سم يعني.